طب بنتك اهي اتيتمت والكل بينهش فيها، وصاحبتك تعبت وحملها زاد، نفسها تتكلم معك وتفضفض لك وتاخد منك نصيحة تنور لها الطريق. يلا يا بابا والنبي، والله الدنيا مليها طعم من غيرك. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ يا فندم أنا نصحت حضرتك كتير وقلتلك إن مفيش فايدة. لو سمحت محدش يتكلم كده قدامي. يا فندم حجم الدمج في المخ بقى عالي جدا، أنا شايف إنك إنسانة فاهمة وعندك وعي، وبصراحة كده حساب المستشفى بقى عالي جدا، وكده كده مفيش أمل. أنا شايف إن إحنا نشيل الحالة من على الأجهزة. لا محدش هيشيله عن الأجهزة، سيبوه في حاله، أنتوا عايزين منه إيه؟ لو على الفلوس أنا هنزل دلوقتي حالا وديهم ذهبي على ما أدبر فلوس أسبوع كمان، بس سيبوه النبي زي ما تحب يا فندم.